بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم على قناتكم قناة أشرف القاضي. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن حاجة مختلفة شوية عن الأجهزة اللي كنت بعرضها دايما على القناة عندي. النهاردة هنتكلم عن البث الإذاعي. البث الإذاعي في صورة راديو، راديو للبث الإذاعي. عندنا راديو جولن الأصلي، راديو جولن الأصلي بجميع اصداراته موجود ان شاء الله. راديو جولن الاصلي راديو خاص بالبث الاذاعي داخل اي دوله، مش في مصر بس. راديو جولن الاصلي ده راديو عباره عن 4 موجات، عندنا الاي ام والاف ام والاس دبليو 1 والاس دبليو 2 موجود على جهازنا. وطبعا اعتمادنا دايما في الراديو على موجه الاف ام لانها موجه الصوت المجسم او الصوت النقي جدا، او بعتبرها هي موجه الاتش دي بالنسبه للقنوات الفضائيه عندنا الاس دي والاتش دي. لا، هو ده الصوت الاتش دي حقيقي النقي جدا. الجهاز عندنا طبعا للناس اللي هم دايما بيحبوا يسمعوا القران الكريم ويسيبوه شغال ويناموا عليه وكده، بيكون الافضل طبعا استخدام راديو. كتير من الناس، كتير قوي من الناس بيستخدم او بيشغل القران الكريم على الريسيفر ويسيب الشاشة والريسيفر شغالين لغاية تاني يوم الصبح لما بيصحى من النوم. فطبعا ده في مشكلة كبيرة على أداء الريسيفر وأداء الشاشة، دايرة الباور مش ممكن ما تتحملش كتر الاستخدام وتواصل الاستخدام لساعات طويلة جدا. حتى لو عامل الشاشة سليب شغل الصوت بس، برضو بيبقى دايرة الباور نشطة وشغالة، وفي نفس الوقت الريسيفر شغال 24 ساعة. فبالتالي انت مشغل القرآن الكريم عندك زي الفل، لكن ما تشغلش الجهاز عندك 24 ساعة. يعني مثلا انت بتشغل الراديو الريسيفر الراديو لغاية الصبح، وتطلع تقوم الصبح تبدأ تشغل القنوات العادية. فبالتالي ده كله حمل على الجهاز، وفي نفس الوقت حمل على الشاشة. والشاشة دلوقتي مش رخيصة انك تشغلها ليل ونهار علشان تشغل القناة الإذاعية على الراديو، وبعد كده بتشغل القنوات الفضائية عادي. كل ده بيبقى حمل على الشاشة والريسيفر. طب ما احنا نوفر ده كله في جهاز صغير قوي او جهاز لذيذ كده وسلس في استخدامه، هو الراديو بتاعنا. الراديو القديم بتاع زمان هو الراديو الجديد بتاعنا اللي هو راديو جولن الأصلي. راديو جولن بيختلف شكله، لو جينا بصينا هنا هتلاقي أشكال كتير ليه. هو كل واحد التلات أشكال دول هم راديو جولن الأصلي اللي موجود معانا النهاردة. طيب لو جينا اتكلمنا على الراديو، أو نشوف الأول الراديو من جوه، شكل الراديو بتاعنا طبعا بنفتحه بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ده شكل راديو جولن الماستر الاصلي بتاعنا. طبعا بيجي معاه زي كتيب خاص بالتشغيل، طبعا ده انا بسميه راديو رمضان. طبعا الكتيب الخاص بالتشغيل ده، التشغيل ده راديو الكلام كله فيه بالانجلش، كتير من الناس مش هتهتم بالقرايه، الناس هتهتم بالصوتيات بتاعته. ده شكل الراديو بتاعنا، ده راديو جولن الاصلي. تمام، الراديو بتاعنا يا جماعه عبارة عن موجات، 4 موجات. هتلاقي هنا فيه زي زرار تشغيل لتقليب الموجات. عندنا موجة الـ FM أو الـ AM أولا، من فوق الـ AM والـ SW1 والـ SW2 والـ FM. تمام، وعندنا المؤشر بتاعنا اللي هو يعتبر في نفس الوقت مفتاح الباور، لأن أنا كده بقفل كده بفتح كده بطلع لفوق بعلي الصوت كده بوطي الصوت خالص. طبعا الراديو بتاعنا التيونر بتاعه ممتاز جدا، تيونر بس ارضي حقيقي، وفي نفس الوقت احنا بنعتبر الصوت هنا صوت رقمي بس ارضي اذاعي، اذاعي رقمي. الصوت هنا صوت نقي جدا، وفي نفس الوقت اعتمدنا على موجه الاف ام في الاساس. الموجات التانيه اللي هي موجوده على الراديو بتاعنا انا جربتها، موجات تعتبر ضعيفه جدا ورديئه في نفس الوقت للصوتيات، لكن الموجه الاساسيه للتشغيل عليها اكتر من 28 قناه اذاعيه، اهمها قناة إذاعة القرآن الكريم طبعا، وفي نفس الوقت قنوات كتير جدا إذاعية زي الشرق الأوسط، زي صوت العرب، زي شباب الرياضة، زي قنوات كتير قوي وقنوات إذاعية كتير قوي، 100.6 وغيرها وغيرها وغيرها. وانت اللي هتعرف بنفسك لما تستخدم الراديو. طبعا الراديو كتير من حبايبنا بيشغلوه في المساجد خصوصا في رمضان بصورة مستمرة، وفي نفس الوقت في البيت لتشغيل القرآن الكريم بيجي لك جاهز على التشغيل، وفي نفس الوقت بيجي لك بكون ظبطه لك على إذاعة القرآن الكريم بحيث انك تحط الفيشة تلاقي إذاعة القرآن الكريم اشتغلت على طول. هنشغله دلوقتي ونعرف نسمع صوته، بس طبعا مش هطول على اي موجة علشان حقوق البث، خليكم معايا. بس برضو قبل ما اشغله طبعا بيجي لك بدون
فيشه. طبعا الجهاز دوت يا جماعه بيشتغل على 220 فولت، يعني بيشتغل على الفيشه. لو جينا فتحنا الظهر بتاعه بالشكل ده كده، ظهر الجهاز بالشكل ده، هنلاقي الفيشه محطوطه جوه. الفيشه بتاعته اهي محطوطه جوه، كيبل متر و20 موجود مع الجهاز بتاعنا، راديو جولو الاصلي. نقفله كده بالشكل دوت، وطبعا السلك بتاعه اهوت زي ما احنا شايفين، ده السلك او الكابل الخاص بالراديو بتاعنا. الراديو لذيذ يا جماعه، اولا صوته نقي جدا، وفي نفس الوقت استخدامه سلس ومش تقيل قوي في الوزن. طبعا ده الكيبل بتاعه حوالي متر و20 سنتي او متر وربع زي ما احنا شايفين، والمدخل بتاعه عندي هنا في الظهر. ده مدخل الباور بتاعه، مدخل 220 فولت 50 اتش زد او 50 هرتز. القدره الكهربائيه بتاعتنا في مصر طبعا بنحطه كده ونبدا نشغل وهنشوف التشغيل. طبعا يا جماعه بس قبل ما اشغل الراديو بتاعي، انا بس كنت عايز اقول ان في الاريال استقبال الاشاره بتاعتي، ده الاريال بتاع استقبال الاشاره. انا طبعا في مكان مغلق، وبالرغم من كده هنشغل ونشوف آلية التشغيل وشكله. أنا هفتح كده، هفتح من الجنب من هنا، طبعا شايفين الصوت طالع، الصوت نقي جدا، ممكن نعلي جدا للآخر مفيش أدنى مشكلة. كل ده أنا مش رافع الأريال أصلا بتاع الراديو، عادي جدا تمام. عايز أرفع الأريال وأبدأ إن أنا أوجه الموجة مفيش أدنى مشكلة، لكن هو في الغالب هتلاقيه شغال حتى من غير ما ترفع الأريال بتاعه، الدنيا شغالة زي الفل. قال إن البقرة. طبعا انا طفيت كده، مش هينفع ان انا اعلي اشغل الصوتيات كتير، لان دي كلها صوتيات ليها حقوق للقنوات الاذاعية بالنسبة لنا. طبعا انا بفتح كده برضو تاني وابدأ اشغل كده، الموجات كتير قوي، الموجات التشغيل انتوا لسه مع ويارا الجندي كذا. بس مش عايز معلش نستاذن دكتور، نقفل كده عشان بس الحقوق، انا مش عايز عشان الفيديو ما ياخدش اي سترايك بالنسبه لليوتيوب، بالنسبه لي مخالفه ان انا اذيع اي حاجه اذاعيه او فضائيه ممنوع تمام. ده الراديو بتاعنا ودي القنوات بتاعتنا، ودايما احنا شغالين على موجه الاف ام اللي هي دايما اخر موجه في الراديو، اخر موجه. احنا عندنا هنا اربع زرار، ليه اربع تركات، هو اخر حاجه فيه الاف ام تي في اسمها كده تمام. وفي نفس الوقت زرار الفوليوم تحت اهو اللي بيفتح مثلا من خلال ده زرار الفوليوم بتاعنا زي ما احنا شايفين كده، او زيارات حقليه زي ما انتم عندكم بتسموها، ولا هو كله من خلال الكتروني فقط؟ لا هو انا خليني اكلمك في النقطه دي تمام. ده الراديو بتاعنا النهارده ان شاء الله، راديو جولن الاصلي، والراديو متوفر باذن الله. طبعا دي دراع ماسك الراديو بتاعنا، ده شكل الراديو بتاعنا والامكانيات. طيب في ناس كانوا بيقولوا او عايزين بدل الراديو، طب احنا عايزين حاجه تشتغل بالشحن وتشغل فلاشه وفي نفس الوقت يبقى فيها اكتر من مصدر للصوت. موجود حاليا برضو السبيكر او الصب او الميني صب او الميني سبيكر الجديد اللي شغال برضو موجود معانا. هوريكم شكل الميني صب او الميني سبيكر الموجود جديد عندنا. ده اولا 5 في 1 لانه بيشغل حاجات كتير قوي. ده شكل الميني صب بتاعنا، شايفين كده الشكل ده، شكل الميني صب بتاعنا، وده شكله هنا برضو من هنا، ده ميني سبيكر او سماعه بلوتوث، سماعه فيها راديو، سماعه تقدر تشغل عليها فلاشه، سماعه تقدر تشغل عليها صوت الشاشه عندك. لو صوت الشاشه عندك صوتها واطي تقدر تركب ده مع الكابل اللي انا ببعته لك مع الصب نفسه، بيجي لك كابل 1 في 1 وتبدا تشغل عليه الصب بتاعك. طيب لو جينا فتحنا كده الصب وجينا نشوف كده الدنيا شكلها ايه، هو صب لذيذ قوي وصغير وسعره كمان مش غالي. طبعا بيجي معاه وصلة الشحن، ده بيتشحن بالشاحن بتاع الموبايل الاندرويد العادي اللي عندك، تقدر انك تحط جاك الموبايل الاندرويد اللي انت بتحطه في الموبايل حطه في فتحة الشحن الموجودة هنا. وكمان بيشتغل راديو لمدة اكتر من 7 ساعات متواصلة بدون فيشة، يعني بيشتغل وهو مشحون نفس الكلام. طب انا كده طلعته، نشوف كده شكله،
ده الصب بتاعنا اهو، ده في منه الوان احمر وازرق واسود، تمام؟ ده شكل الصب بتاعنا. طبعا هو نفس الصب الكبير قوي اللي انت بتشوفه في اي مكان فيه صب. يعني انا جيت شغلته كده. The Bluetooth device is ready to pair. طبعا كده بيفتح على البلوتوث. لو عايز ترفع صوت الموبايل عندك او تشغل صوت الموبايل او صوتيات الموبايل عندك وتخلي الموبايل صوته عالي جدا، هنحطه على هنربطه بدايره البلوتوث الخاصه فيه، لان هنا في دايره بلوتوث موجوده تقدر تربط اي جهاز فيه بلوتوث بالسماعه بتاعتنا، وتقدر تعلي وتوطي الصوت زي ما انت عايز. طب انا عايز اشغله مثلا راديو. FM tuner. ده الراديو. ده الراديو بتاعنا، انا كده شغلت الراديو وكمان مظبوط على اذاعه القران الكريم. لو سمعنا الصوت كده بس هيضاير على طول. وان منا لما يشقق فيخرج منه الماء. في عندي فتحه اليو اس بي بس كده. ايه لو عايز اغير حتى القناه بتاعه الراديو؟ انا كده مش حاطط حتى اريال فيه. طبعا على كلامك الجميل ده انا مش هقدر اخد كمان امسك انا الواتساب لان انا هقفل كده بس عشان برضو ايه الحقوق. كده عندي في راديو شغال وصوته ما شاء الله نقي جدا، وفي نفس الوقت انت عندك تقدر ان انت تشغل ده على لابتوب، تعلي صوت اللابتوب عن طريق كيبورد صغير قوي موجود عندنا بيجي لك مع الصب. الكيبورد ده واحد في واحد، الكيبل ده واحد في واحد، تقدر ان انت بمنتهى البساطة هتقدر ان انت تجيب الكيبل دوت وبتحط في عندنا هنا فتحة اسمها الـ AM line، بتحط فيها كده وتحط عندك في فتحة السماعة في اللابتوب وتبدأ تشغل الصوتيات في اللابتوب. كل الصوتيات هتطلع لك هنا بصوت نقي جدا، صوت ستيريو عالي وفي نفس الوقت صوت محيطي، وكمان في نفس الوقت صوت نقي جدا. طب عندك الشاشة صوتها واطي، نفس الكلام، في فتحة صغيرة قوي في الشاشة من الظهر هتلاقيها مرسوم عليها علامة السماعة، هتحط فيها الجاك دوت وتحط هنا السماعة. لو حتى السماعة الشاشة ما فيهاش بلوتوث، الشاشة لو فيها بلوتوث هتقدر تربط بلوتوث بدون الكابل ده، تربط السماعة مع الشاشة بلوتوث بدون الكابل ده نهائي. فطبعا في إمكانيات ما شاء الله، إمكانيات أنا بشوفها إمكانيات كويسة جدا و تقدر تستخدمها استخدامات كتيرة. طب أنت عندك الموبايل البلوتوث مش عارف تستخدمه، ممكن تحط ده برضو في سماعه الموبايل، فتحه السماعه وتركب هنا في الاي في الاي ام لاين، هيشتغل معاك برضو صوت الموبايل هنا. يعني انت ممكن تشغل صوت الموبايل على السبيكر بتاعنا دوت بطريقتين، عن طريق الكيبل او عن طريق البلوتوث، وفي نفس الوقت تربط الشاشه عندك لو فيها بلوتوث هي سمارت، تقدر تربط البلوتوث مع السبيكر وتعلي الصوت قوي وتحط السماعه في اي مكان وتوصل. طب انا عندي السماعه الشاشه عاديه وعايز ارفع صوتها، بسيطه جدا، هتاخد الجاك ده وتحطه في فتحه السماعه اللي في ظهر الشاشه، وتحط الطرف الثاني من الكيبل في السبيكر هنا، وتبدا تعلي الصوت وتشغل بصوره عاديه جدا. ده السبيكر بتاعنا، تقدر تشغله لاين ان. انا كده مشغله لاين ان، ان انا اقدر اخد اي صوت دلوقتي من شاشه، من لابتوب، من موبايل، عن طريق فتحه السماعه هيلاقي الصوت بتاعي هنا جه بصورة مباشرة وبصورة سليمة. لو عايز اشغله راديو The Bluetooth device is ready to pair. لو عايز اربط بلوتوث شاشة سمارت او اربط بلوتوث عن طريق الصوتيات، عن طريق لابتوب في بلوتوث تقدر تربط الصوت على طول بدون كابل، وتقدر برضو عن طريق الموبايل. طب انا عايز اشغل الراديو، ودايما يا جماعة لما تيجي تشغل الراديو نصيحة، حط الكابل ده بيعتبر اريال للراديو في نفس الوقت، هو حقيقي بيشتغل من غير السلك، لكن السلك ده بينعم لك الاشاره كمان وبيخلي لك الصوت واضح والموجه عندك موجه مميزه جدا. انا كده هشغل اف ام تنر كده انا شغال عشان اقول باسورد الفيزا، بس انا هطلع اسرع منهم ومش هتخطف عادي، وهتخطف عادي وهتخطف عادي. نطفي كده. ده كان باكج رمضان زي ما بيقولوا. الباكج بتاعنا بالنسبه لرمضان بقى عندنا السماعه اللذيذه دي اللي هي الميني سبيكر او سماعة الميني بلوتوث، وفي نفس الوقت معانا كمان الراديو. الاتنين دول باكج في رمضان ان شاء الله، وليهم سعر كويس جدا. وكمان ممكن تاخد حاجة واحدة من الاتنين، عايز السماعة موجودة، عايز الراديو جولون الاصلي موجود. اولا صوتيات نقية جدا، ثانيا
امكانيات سهله وسلسه على كبار السن، خصوصا في اليه التشغيل، وخصوصا الميني سبيكر. انا بشوفه امكانيات كتير، انك تقدر تشغله على شاشه، تقدر تشغله على لابتوب، على كمبيوتر، على موبايل، وتستخدم كمان دايره البلوتوث الموجوده فيه، انك توصله باي جهاز عليه دايره بلوتوث او عليه تطبيق او خاصيه البلوتوث، وفي نفس الوقت تشغله راديو اف ام نقي جدا صوته وفيه كل الموجات. تقدر تتحكم في الصوتيات برضو بتاعته، انك تعلي الصوت وتوطي الصوت بالضغط المباشر على زرار الفوليوم في او الفوليوم فوليوم زائد وفوليوم ناقص. انك تضغط مباشر بتقدر ان انت تعلي الصوت بتاع الراديو بتاعه او تقلب القنوات عن طريق ضغطه واحده. كل ده موجود عندنا في الباكج رمضان زي ما بنقول، راديو جولون الاصلي مع الميني سبيكر بتاعنا الخاص بالصوتيات خصوصا. شكرا جزيلا لحضراتكم ودمتم بصحه وبعافيه. اي استفسار سيبهولي في التعليقات، و نرجو وندعو لإخواتنا في غزة وفلسطين بإذن الله بالنصر المبين. ربنا يكون في عونهم ويؤيدهم بنصره، ويجعل رمضان على الجميع كريم جدا بإذن الله. كل سنة وأنتم طيبين، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله.